دي حاجة مهمة جدا، لأن احنا فعلا فعلا في الزمن اللي احنا فيه ده ان حد يقعد يمسك ورقة وقلم مش كتير بيحب ده، ولو انه بجد حاجة مفيدة جدا. بس من خلال بقى دراستي للموضوع اكتشفت انه حتى الكتابة، يعني الالكترونيك جورنالينج از ا ثينج، ان انا ممكن استخدم الموبايل بتاعي، الموبايل بتاعنا معانا طول اليوم بنستخدمه على طول، فان انا ممكن اقدر. في دراسة اتعملت اسمها The 30 Day Digital Journaling Challenge، هم جابوا ناس ان هم بيكتبوا لمدة 30 يوم يوزنج ديجيتال ديفايسز بس، وناس بتكتب بورقة وقلم، ولقوا ان الناس اللي كتبت على الموبايل او على اي ديفايس، الالكترونيك ديفايس، كانوا بيستفادوا بنسبه كبيره جدا زي الناس اللي بيستفادوا بورقه وقلم. دول بيستفادوا اكتر طبعا، بس ده مش بيقلل من الفايده بتاعت حتى الديجيتال جورنالينج. فانه انا ممكن استفاد بان انا، يعني الجورنالينج فوائده كتيره قوي، فانا ممكن استفاد بان انا هعبر عن نفسي برضو، هفهم اكتر عن نفسي. ممكن الكتابه بالورقه والقلم تخليني افتكر اكتر، ممكن تكون بتاكتيفيت حاجات في الدماغ مش بتبقى اكتيفيتد في التايبنج، بس ستيل ده ممكن يكون بيحصل جدا.